شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات بطولة سموه لكمال الأجسام، والتي نظمها الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية على مدار يومي 25 و26 من مارس الجاري. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه الكبير بالجهود التي تبذلها الاتحادات الوطنية في إقامة الفعاليات والبطولات الرياضية التي تساهم في تطور الرياضات ومنتسبها وتدفعها لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدا سموه دعمه المتواصل لجميع الاتحادات بما يحقق الأهداف المرسومة للنهوض بالمنظومة الرياضية. وقد أشاد سموه بالجهود التي بذلها الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية برئاسة السيد سامي إبراهيم الحداد في الإعداد والتحضير لهذه البطولة، مؤكدا سموه أن لعبة كمال الأجسام من الألعاب الشيقة والممتعة ولها حضور جماهيري واسع، وأن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز الجهود البحرينية في دعم هذه الرياضة وتطويرها على الشكل الذي يعزز من سمعة ومكانة مملكة البحرين قاريا ودوليا، مشيدا سموه بمستويات الكبيرة للمشاركين في هذه البطولة والتي عكست الاستعدادات القوية لخوض المنافسات، مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى في اليوم الأول، متمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة. تم نجاح هذه البطولة، بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد KHK نسختها الأولى، بلاعبين متميزين في كل فئة، وحضور سموه أكبر شرف لنا ودعم حق هذه الرياضة، وبإذن الله القادم أفضل. تم اختيار نخبة طيبة من هذه البطولة حق المنتخب، وبإذن الله بيبيضون الوجه وبيكونون داعمين حق أخوانهم اللي في المنتخب.